السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن القمة العربية تشهد تحولات كبرى وتحديات جسيمة، ما يتطلب تفعيل أساليب العمل والارتقاء بالعمل العربي المشترك والتعامل مع التهديدات التي تواجه البلدان العربية بما يحفظ أمنها واستقرارها. جاء تصريح أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الممهد للقمة العربية 27 المرتقبة يومي 25 و26 من الشهر الجاري. قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني سلكول أحمد يزيد بيه إن انعقاد القمة العربية 27 المرتقبة في نواكشوط يأتي في سياق أوضاع عربية خاصة تتطلب اعتماد مقاربات تواكب التطلعات المعقودة على القمة. جاء تصريح أحمد يزيد بيه خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بنواكشوط تحضيرا للقمة المرتقبة بعد غد الاثنين بالعاصمة نواكشوط. أصدرت عدد من الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا بيانات رحبت فيها بالقمة العربية 27 المرتقب تنظيمها بالعاصمة نواكشوط. وفيما رحبت معظم هذه الأحزاب بالقمة، فإنها كذلك أجمعت على انتقاد المشروع الرسمي العربي ورفض أطروحاته. قال وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف في تصريح أدلى به على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن العمل الاقتصادي المشترك بين موريتانيا والسعودية تعزز خلال السنوات الأخيرة وشمل مجالات مختلفة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، إلى اللقاء.